بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق الهادي الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ندعو بدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا البلاء والوباء إن شاء الله، وأن يوفقكم إلى ما يحب ويرضى. أرحب بكم أبنائي أعزائي في تغذية راجعة لكفاية التواصل الكتابي مقررات كفايات أربعة. نبدأ سويا عبر هذه المنصة، منصة التواصل. الكاتب الجيد أبنائي أحبائي يركز على ما يهم القارئ ويقدم له عددا من المساعدات للحصول على مبتغاه بسرعة ودقة، وتساعدك معرفتك بخصائص الأنواع الكتابية على تقديم أفكارك وافية واضحة. نتعرف معا على نوع الكتابة وهدف الكاتب ومحور اهتمام القارئ ومعايير الجودة لكل نوع من أنواع الكتابة. أولا الكتابة الأدبية، هدف الكاتب فيها تعريف أو تعبير عن العواطف والانفعالات النفسية والرؤى الشخصية. ثاني الأهداف لنوع الكتابة الأدبية تقديم الحلول المبتكرة لمشكلات النفس والمجتمع. هناك محور اهتمام القارئ في الكتابة الأدبية، رؤية الأديب للأشياء والظواهر التي يعبر عنها. ثانيا مظاهر البلاغة والجمال في النص. هناك معايير للجودة في الكتابة الأدبية، أولا الأصالة، الإتيان برؤى وأفكار مبتكرة وإيجاد علاقات جديدة بين الأشياء. من المعايير أيضا التأثير، قدرة النص على نقل عواطف الكاتب، حلقة التواصل ورؤاه إلى فكر القارئ ووجدانه. ثالثا الاتساق الثقافي مع قيم المجتمع ومبادئه. هذا النوع الأول من أنواع الكتابة، الكتابة الأدبية. ننتقل إلى الكتابة العلمية، هدف الكاتب فيها نقل المعرفة إلى القارئ وتفسيرها وتقويمها. هناك محور اهتمام القارئ عبارة عن معلومات، مفاهيم، قوانين، نظريات، تفسيرات، استدلالات، آراء، حقائق يعرضها النص. هناك معايير للجودة أستطيع أن أحكم بها على هذا النوع من أنواع الكتابة. أولا صدق المحتوى، أي مطابقته للواقع أو لمقتضيات النظر العقلي. ثانيا جودة تنظيم المحتوى، أي الطريقة التي رتبت بها أفكار النص بحيث يكون أكثر وضوحا وتتابعا منطقي. نأتي إلى النوع الأهم وهو موضوع هذه الوحدة، الكتابة الوظيفية. هدف الكاتب فيها أداء واجبات العمل الوظيفي. ثانيا قضاء المصالح الشخصية، وهذا هو عنوان الوحدة أحبتي، لكي نستطيع أن نفرق بين الكتابة الأدبية والعلمية والوظيفية. محور اهتمام القارئ في الكتابة الوظيفية، أجوبة الأسئلة التي سواء كلها أو بعضها بحسب الموضوع، اللي هو من أو ماذا ولماذا وأين ومتى وكيف، لماذا هذه الرسالة أو برقية أو إعلان أو لافتة، تجيب عن هذه الأسئلة. معايير الجودة للكتابة الوظيفية، وضوح الأجوبة من أسئلة القارئ حينما تقرأ إعلان، لماذا هذا الإعلان، ما مضمون هذا الإعلان، لمن هذا الإعلان، وهكذا. عندنا المعيار الأخير، القدرة على الإقناع العقلي والتأثير الوجداني. إلى هنا أحبتي نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه التغذية الراجعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.